السوبر موتور شو اللي عم بتشوفوه اليوم ما كان صار لو ما قدمت لنا ميل كار سيارتين سوبر كارز الفراري واللامبورغيني لبرنامجنا. وهون ما في الا ما اتشكر ميل كار يلي هي ايجنسي لبيع السيارات والهاي اند بالسيارات بلبنان. وحبيت كمان اعرفكم على الشخص يلي ورا ميل كار، على ميناس ميسيريان يلي بعرفه مزبوط، بعرفه بالشورت على سبيسياليت الرالي وقتها كنت انا سابق، وقتها كمان كنا نغطي السباقات وكانت الباشن عنده بعالم السيارات. هو من الاشخاص يلي حولوا الباشن لمهنه، وهالشاب يلي قدر يعمل استابليشمنت وقدر يعمل اسم لحاله والشركات تتعاون معه. بدي اعرفكم عليه. ميناس، اول شيء بشكرك انك قدمت لنا السيارات، وبهمني اعرف شوي عن نشاطاتك انت وعن نشاطات ميلكار. ثانك يو لك نديم. ميلكار مثل ما بتعرف شركة بلشت سنة 2000، بلشت بحبنا للسيارات وبالباسيون، بلشنا اماتور وهلا عم نجرب نصير بروفيسيونيل. عم حاطينك لألك هيك مثل ايدول لألنا وعم ثانك يو. نمشي على هالخط. نحن بنشتغل مع لوكالا بلبنان، نستورد سيارات من خلالهم. بطلعاتنا على المعارض برا، في بعض المعارض نلتقى نحن وياك فيها، بتكون انت مسهلنا البريس دايز، بنشوف هالمودلز اللي بدها تجي على لبنان، هالقصص للفانز تبع السوبر كارز يلي زبوناتنا هن، بنشتغل لهم عليهم، بنحط سبيشال اوردرز، بنستورد اشياء الوكيل مش كل يوم بيستوردها، ومش كل يوم حابب يجمد 400 500 الف دولار حق عربيه. بيشتغل اكثر على اللينيا يلي هي بتشتغل اكثر كورانت، اكثر بتعمل له تورن اوفر اسرع. من ناس اخيرا بحب اعرف شو افانتاجات وميزات انه واحد يشتري سياره من ميلكار. نحن نديم بحكم علاقاتنا مع كل الوكلاء وبشغلنا مع كل البراندز قادرين نسهل الديلز، يعني ممكن نعمل تريد اي سياره على اي سياره، طبعا مع كل السيرفيسز يلي بنقدر بعضهم نامنهم زياده.